بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وعد الله حقا، يعني زوال السماوات والأرض أهون على الله من ألا يكون وعده حقا. فإذا وعد المنحرف بالدمار، قول كأنه دمر. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه وفقه، ومن أخذ أموال الناس بيكون ذكي جدا وأخذ احتياط بالغ يريد إتلافها، رأينا بأم أعيننا أتلفه الله. هذا قول سيدنا سعد: وما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يعني إذا النبي أخبرك عن الله بشيء ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني لك أن تقول كأنني أرى وعد الله قد وقع، وكأنني أرى وعيد الله قد وقع. هكذا قال النبي: كأنني بأهل الجنة يتنعمون. هذا أحد الصحابة قال، قال له: كيف أصبحت يا فلان؟ قال له: أصبحت كأنني أرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتصايحون. قال: عبد نور الله قلبه عرفت فالزم. إذا أنت مثلا شاهدت إنسان راكب مركبة وماشي بانحدار شديد، وأنت متأكد ما معه مكبح، وتراه بعينك ماشي بسرعة عالية جدا، ألا تقول لا بد من أن يتدهور؟ قانون حتمي، لأنه لسه ما تدهور يطول بالك على أول منعطف، شيء قطعي. إن لقيت مثلا متفجرة وإلى فتيل طويل وشعلنا أول فتيل، شو بتقول؟ بعد قليل سوف تسمع صوت انفجار من الفتيل ماشي، لأنه شيء بديهي جدا. فقوانين ربنا عز وجل حتمية الوقوع، هو الخالق، لأنه هيك قال عز وجل: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. فما علاقة العزيز الحكيم بوعد الله حقا؟ إذا أنت وعدك إنسان وعد وعلى الوعد أجيت، قال لك والله ما تأخذنا، ما تمكنت، ما بيصغر شوي بنظرك؟ هو ما بيستحي شوي أمامك؟ من هو العزيز الذي لا ينال جانبه؟ لو أن الله عز وجل وعد المؤمن ولم يفي بوعده ما عاد عزيز، لأنه عزيز إذا وعد وفى. أبدا، يعني إله لا رد لقضائه، ما في جهة تانية تجبره. واحد أحد فرد صمد، صمداني، يعني قل هو الله أحد الله الصمد، يعني وجوده ليس مفتقرا إلى شيء آخر. الإنسان يقول لك والله ما أقدر، ما تمكنت، هي بدأ من فوق توقيع، ما وافق يا أخي، دائما في عنده أعذار. أما ربنا عز وجل خالق كل شيء، كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تقلي أقدار وما لي حظ، والدهر قلب لي ظهر المجن، والأقدار سخرت مني، والدهر يوم لك ويوم عليك، والدهر خوان، هذا كله كلمات الجهل، ما في إلا الله. يسبني ابن آدم
وما كان له أن يسبني، يسبني إذ يسب الدهر وأنا الدهر. حديث قدسي، أنا الدهر، ما في إلا الله عز وجل. أخي فلان مسكين ما له حظ، شو يعني؟ ما هذا الحظ؟ غير موفق، معنى في معالجة أمامه، ما له حظ وله حظ، وإيده خضراء وإيده حمراء، كلام كله ما له معنى. البشر صنفان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا القانون، هذا قانون التيسير والتعسير. وإذا التعسير لصالح المؤمن فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. لا يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. الكلمة المعرفة بأل إذا تكررت هي ذاتها، أما النكرة إذا تكررت اختلفت، فصار في عنا عسر واحد ويسرين، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، في معنى دقيق جدا. يعني هذه المصيبة في طيات الفرج، في طيات التوبة، في طيات اللجوء لباب الله عز وجل، في طيات الإكرام. ظهر مصيبة، حتى أن بعض العلماء فسر قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قالوا النعم الباطنة هي المصائب. كل المصائب نعم باطنة، ظاهرها مزعج وباطنها مسعد. نعم. إذن وهو العزيز الحكيم، خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت أولا الكون مؤلف من كتل، كواكب ونجوم، هذه الكتل متفاوتة في الحجم، متفاوتة في المسافة. لولا أن هذه الكتل وهذه الكواكب وهذه النجوم تدور لأصبح الكون كله كتلة واحدة بفعل الجاذبية، لكن لأنها تدور كل كوكب أو كل نجم في أثناء دورانه ينشأ عن دورانه قوى نابزة، كما لو أخذت وعاء من الماء مفتوح من جهة وأدرته هكذا، إذا جعلته في الأعلى جهة الفتحة نحو الأسفل الماء لا ينزل، معروف هذا الشيء. لماذا لا ينزل؟ لأن الماء اندفع بقوة نابزة بفعل الدوران. وهذا مبدأ العصارات الفواكه، مبدأ تنشيف الألبسة، الدوران السريع بيساوي قوة نابزة دائما. فالكون متوازن، قوى التجاذب تكافئ القوى التنابز دائما. بس ربنا عز وجل قال خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني لو أتينا بكرتين أو لو أتينا بكرتين مغناطيسيتين وضعناهما على سطح ثقيل لا بد من أن يتجاذبا، إلا إذا كان وضعناهم بمكان دقيق جدا مدروس على مستوى الميكرون، هذا شيء فوق طاقة البشر. ثلاثة أصعب، أربعة أصعب. طيب ثلاثة أو أربعة بحجوم متفاوتة أصعب كثير. طيب كرات في الفراغ أصعب وأصعب. طيب كرات متحركة في الفراغ متجاذبة فيما بينها بقانون دقيق جدا، والمحصلة حركة بلا تصادم. هذا شيء معجز، يكاد يكون معجز. فهذه السماء، القمر قال مربوط بالأرض بقوة جذب تكافئ كبل من الفولاذ المضفور قطره 50 كيلومتر. القمر مربوط والشمس كذلك، بين كل كوكبين قوى تجاذب. فكأن هذه السماوات مرفوعة بعمد لكن لا ترونها، هذه العمد هي قوى التجاذب. لذلك خلق السماوات بغير عمد ترونها، فهي ترونها قيد وصفي
لا قيد احترازي بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. كيف العجلة على السرعة العالية تضطرب، يضعون لها الرصاص يحطها على ميزان، أثناء الدوران يطلع المؤشر 5 غرامات، يوقف العجلة يعرف محل 5 غرامات يحط 5 غرامات، الآن على الدوران السريع تبقى مستقرة. كذلك هذه الجبال جعلها الله في أماكن محددة بحيث أثناء الدوران السريع الأرض مستقرة، ولولا أنها مستقرة لما قام بناء. والدليل الزلازل، الزلازل تعليم لنا، لأن الله عز وجل يقول أمن جعل الأرض قرارا، من جعلها مستقرة، من جعل الأشياء تستقر عليها بقوى الجاذبية، من جعلها متحركة ساكنة، سكون حركة هذا أصعب شيء، شيء ساكن ساكن، متحرك متحرك، أما السكون الحركي يعني فيك تركب طائرة ما تحس باهتزاز؟ مستحيل، مهما تكون الطائرة غالية من حين لآخر تحس باهتزاز. تركب مركبة بدون اهتزاز، قطار بلا اهتزاز، ما بصير. لكن الأرض تسير بسرعة 30 كيلومتر بالثانية ومع ذلك مستقرة، من جعلها مستقرة؟ من جعلها متحركة ساكنة؟ من جعل الأشياء عليها مستقرة؟ أم من جعل الأرض قرارا؟ إذا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. في شيء آخر، أن الأرض طبقات، فهذه الجبال لها أوتاد في أعماق الأرض تعادل ضعفي ارتفاع فوق الأرض، كالسن تماما، له جذر يساوي ثلثي نتوئه فوق النيرة. فالجبل له ارتفاع فوق سطح الأرض وله جذر ممتد في أعماق الأرض، هذا الجذر يربط طبقات الأرض بعضها ببعض، فإذا دارت الأرض لاختلاف كثافة طبقاتها تبقى مستقرة. لو أنها دارت وطبقات متفاوتة في الكثافة لاضطربت. والدليل ائتي ببيضة غير مسلوقة ودورها تضطرب، لو سلقتها لا تضطرب، بالسلق تصبح متجانسة، من دون سلق تصبح متفاوتة في التجانس. فمن معاني ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذه الجبال جعلها الله كالأوتاد تربط طبقات الأرض بعضها ببعض. المعنى الآخر، الدوران السريع يسبب اضطراب، وضع هذه الجبال في أماكن محددة يجعل الأرض تدور باستقرار، تدور من دون اضطراب. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب، الأنعام يعني من كل دابة، أنت بحاجة إلى غنم، إلى ماعز، إلى بقر، إلى جمال، بحاجة إلى كلاب للحراسة، يعني هذه الدواب بثها الله في الأرض، كلها لها فوائد، لها وظائف، شيء ملموس، شيء غير ملموس، شيء مباشر، شيء غير مباشر، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. مجموعة آيات، آية قوى التجاذب فيما بين الكواكب والمجرات، آية الجبال وكيف أنها تحقق التوازن وتربط طبقات الأرض بعضها ببعض، وآية بث فيها من كل دابة، وآية المطر فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، ذلكم الله رب العالمين، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، هل فعلوا هذا؟ هل أنزلوا الماء من السماء؟ هل ألقوا في الأرض الرواسي والجبال؟ هل أمسكوا السماوات والأرض؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. بقاء كل كوكب على خط سيره يحتاج إلى قوة جبارة،
من يمسك هذه السماوات من أن تزول؟ الله رب العالمين. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، آية أخرى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الضلال المبين يعني لو فرضنا إنسان يسير في طريق عريض جدا ست حارات، وفي لوحة على عرض الطريق مرتفعة وبمادة مشعة، يعني أيام بعض الطرقات الكبيرة يقول لك هنا مكة، يمكن كلمة مكة عرضت من امتار، فلو واحد رأى هذه اللوحة وسار الطريق آخر نقول هذا ضلال مبين، أن اللوحة واضحة جدا جدا. فلأن الحق واضح جدا الابتعاد عن الحق يعد ضلالا مبينا. شيء كبير ما رأيته، لوحة كبيرة جدا مشعة ما رأيتها، يعني الإنسان لما يضل عن سبيل الله عز وجل ليس سبيل الله شيء صعب الإدراك، صعب الالتماس، لا، شيء واضح. قال له يا إمام متى كان الله؟ قال له ومتى لم يكن؟ اللي متى لم يكن أساسا كان الله ولم يكن معه شيء. فلذلك الضلال، ضلال الضالين ضلال مبين. وفي ضلال بعيد، البعيد أنه الإنسان يمشي بطريق ويغمق، يمشي له 200 كيلومتر بعيدا عن الطريق الأساسي، هذا ضلال بعيد، في ضلال مبين. إذن هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. من هم الظالمون؟ الذين ظلموا أنفسهم بعدم إيمانهم بالله. وهذا أشد أنواع الظلم، أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك. كلمة ظلم دائما الإنسان إذا قال ظلم ينصرف ذهنه إلى ظلم الآخرين، لكن الحقيقة الكبرى أن أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، أن تحرمها من معرفة الله، أن تحرمها من طاعة الله، أن تحرمها من الإقبال على الله، أن تحرمها من الاتصال بالله. هذا الظلم، هذا الظلم الكبير، هذا الظلم الذي لا يغتفر. لذلك بل الظالمون في ضلال مبين. المؤمن إذا عرف الله عز وجل وألقى الله في قلبه نورا يرى أهل الدنيا ضالين، يراهم تائهين، يراهم شاردين، يراهم في ضلال مبين، يراهم في طريق مسدود أو طريق ينتهي بحفرة سحيقة ما لها من قرار، هكذا. فلذلك يجب أن تعلم علم اليقين أن أثمن نعمة أنعم الله بها عليك أنه عرفك بذاته وهداك إليه ودلك عليه على ذاته وألهمك رشدك وجعل هذا الشرع بين يديك، هذه نعمة عظمى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذا الإنسان كان بالجاهلية تارك صلاة، منحرف، يأكل مال بالحرام مثلا، ينتهك حرمات الله، له انحرافات في شهواته، غارق في ملذاته، تائه شارد، هذا الضلال المبين، هذا هو الشقاء، هذا هو الظلم الكبير. لذلك بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كلمة من دونه يعني أي شيء سوى الله دون الله. فإذا كنت مع الله عز وجل إذن كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعه. نعم. الآيات في الدرس القادم إن شاء الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. والحمد لله رب العالمين.